السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ كلشي بخير وعلى خير؟ نتمنى كلشي يكون مزيان. اليوم جيت قلت نعمل معكم واحد الوصفه، كنت انا عامله الوجيه، قلت علاش ما نشاركاش مع البنات واحد الوصفه مهمه للوجه، للعنق، اليدين الا بغيتو. من بعد ما كنكونوا دوزنا واحد الصيف كيكون فيه الشميشه، فيه البحر، أشعة الشمس كتكون مجهدة شوية على البشرة ديالنا. دونك مي كنكونو خصنا يجي الشتا ويجي الجو بارد، خصنا نجهزو الدات ديالنا شوية، الوجه ديالنا شوية، لأن من الصيف للشتا كيكون شوية الجو مقلوب والبشرة ديالنا كتنشف، ما كنبقاوش يعني الوجه ديالنا ما كنحسوش به طبيعي. دونك خصنا نعاونوه شويه، نعطيوه شويه دابا فيتامين، من احسن يكونوا طبيعيين. على ديك الشيء قلت نشارك معكم واحد الوصفه مزونه. مهم، وصفه سهله مهله، ما كنظنش كاين شي واحد ما عندوش هاد المقادير ديال هاد الوصفه في الدار. نبداو على بركه. الوصفه فيها البنات بيضه وحده، ما نحتاجوهاش كامله، نحتاجو الصفار ديالها، حليب غبره، نحتاجو كتشاره ديال الحليب غبره، كتشاره كبيره بطبيعه الحال، وعندنا زيت بلديه، زيت بلديه طبيعيه اللي كتكون معصره من الاحسن، ما نديروش الاخرى كيكون فيها شويه الاملاح، ما صالحاش للبشره ديالنا. على بركه الله نعملو البيض، نفتحو البيض، نحيدو منه الابيض، نحتاجو غير الصفار ديالو، انتم عارفين الصفار شنو فيه، الفوائد ديال الصفار البيض، بروتين مجهد فيه، كنحتاجو بطبيعة الحال مزيان. هادي ونعمل الصفار هنا، نجيب هادي نحيدها من هنا، ما عندنا نديرو بيها كتشارة ديال الحليب غبرة، من الأحسن تكون كبيرة لأن هاد الوصفة هادي نحتاجوها الوجه والعنق طبيعة الحال، لأن العنق ديالنا خصنا نوحدوه مع الوجه ديالنا، ضروري أي وصفة منها في الوجه خصنا نعملوها في العنق، في اليدين علاش لا، لأن حتى اليدين شوية كيتأذاو بالشمس. صافي هذه هي الوصفة، كنعملو لها هكا، تخلط الوصفة مزيان مزيان، خصها تخلط، إلا شفتوها شوية ماشي هي هاديك وقاصحة كنزيدو لها شويه ديال الزويته بلديه، ما خصهاش تجي قاصحه، ما خصهاش تجي عاوتاني خفيفه باش ما كدوبناش في الوجه، كتبقى تقطر ما كنحيش ديك المنظر. صافي كنعملو لها هكا، كتجي بحال واحد كريم بحال هكا، الا كتشوفوها مزيان واضحه معكم. صافي دابا هذه الوصفه ديالنا كنهزوها عادي، كندهنوها بهذه الطريقه، هذه كنبقاو ماشي معاها، خاصها تدهن باش كتشوفوا ان الصفار البيض كيكون معلق شي شويه. كنبقاو ماشي معاها هكا، كنحطوها في الوجه ديالنا، كنخليوها نص ساعة حتى لربعين دقيقة، ما تخافوش منها لأن وصفة طبيعية ما فيها حتى شي حاجة مضرة للبشرة ديالكم. كنعملو لها هكا، كنبقاو ماشيين معاها، كندهنوها في الوجيه ديالنا كامل، سيروا عملوا شغلكم، كافي أنكم تخليوها واحد نص ساعة تنساو راسكم بيها. ملي تحيدوها من وجهكم كتغسلوها شوية بما دافي، وموراها ترطيب مباشرة، الترطيب ضروري، شي كريم تكون طبيعية، ما يكونش فيها بارابين، ما يكونش فيها سلفات، ما يكونش فيها بزاف ديال المواد اللي كيضروا البشرة ديالنا. صافي دابا هاد البشرة، هاد الوصفة هادي غنقول لكم عليها شنو خصكم تعملوا لها. هاد الوصفة هادي عندكم فيها 40 يوم، كل نهار دهنوها في الوجه ديالكم، الرقبة ديالكم، اليديدات الا بغيتو، 40 يوم كل نهار، ما تنساوهاش البنات. الا بغيتو هي هادي راه تخرج لكم اليومين تقريبا، يعني انتما شفتوا عملت منها غير واحد الجزء القليل، دهنت لي طرف كبير ديال اليد ديالي. صافي كتعملوا هاد الوصفه هادي 40 يوم، مور 40 يوم
مراعاة دائما ترطيب. انا كنقول لكم فيما تغسلوا وجهكم ماذا في ترطيب مباشره من 40 يوم كتبداو تقسموا لنهار اه نهار لا نهار اه نهار لا. من موراها كتبقاو تعملوا 3 ايام في السيمانه، موراها يومين في السيمانه، بقاو تنقصوا المره في السيمانه. هي وصفه خطيره، كتحيد البقع اللي في الوجه، كتصفي البشره، كيولي الوجه كيشعل كامل. نتوما عارفين ان فيها غير المواد الطبيعيه، ما فيها حتى شي حاجه مضره، فيها الزيت بلديه اللي غنيه عن التعريف، اي حاجه حطيتيها فيها كتعالجها. فيها صفار البيض اللي هو غني بالفيتامينات، ما عندنا ما نقولوا عليه، والحليب غبرار نتوما عارفين كيصفي الوجه، كيعطي نضاره وبزاف الحاجات. دونك هذه الوصفه هذه هتستعملوها 40 يوم، موراها هتستعملوها نهار اه نهار لا في السيمانه لمده 15 يوم. من موراها هتستعملوها 3 مرات في السيمانه، وانتم ماشيين كتنقصوا هذاك الشيء بالتدريج، انتم تعرفوها لراسكم بان هذا الشيء خصكم تعملوه بالتدريج. دونك صافي، هذا الشيء اللي كاين البنات، هذه الوصفه اللي شاركت معكم اليوم، كنتمنى تكون نالت اعجابكم، كنتمناكم تجربوها وما تندموش عليها. داوموها البنات، وإلا عجبكم الفيديو دعموني باللايكات ديالكم، وشاركوا في القناة باش يوصلكم دائما الجديد. يلا معاكم ابتسام، تهلاو في راسكم، فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا باي باي.